إذن مشاهدي قناة شوف تي في، لحظات قليلة تفصلنا عن نهاية هذه السنة، يعني دقائق قليلة. الشريف الناس راه مضروبين ومضرورين، انا ما خصكش تبقى تهضر هكا. شوف الناس راه مضرورين ومضروبين، انت خصك تكون الله يحسن العوان. لا غير تصنت لي الشريف، غير واخا غير تصنت لي. دابا الناس مضرورين وعندهم شي وليد صغير مضروب ولا شي حاجه، افهمني، يوقع اللي بغى يوقع. الناس عندهم الضرر، انت عندك ضرر مادي وما عندهم ضرر في الدفاع. ولكن اش دار؟ اش عندك معك؟ انا سوا في جيرمي، انا غادي حدا هذاك الخيط بيضاء ياك، هما قاطع الطريق، انا دور داك الموطور بلا حاجه. افهمني، بغض النظر على اشنو دار، بنادم مضروب. شوف الشريف، شوف الشريف، شوف الشريف، شوف الشريف، شي طوموبيل واحد رجلو الا تمشيتي انت راك تسمى فيها. ايوا ولكن غادي نتفاصل كل شيء، راني نقول سعيد الشريف، واش الشريف راه الناس مضروره، مشات للسبيطار مع وليدات صغار، راه الناس كلهم كيشهدوا ضدك، راه ما خصكش تخاف. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، للاسف شديد حادثه سير على مستوى منطقه مولاي رشيد، وحضور رجال الامن والوقايه المدنيه، هما كانوا راجلين غاديين على رجليهم. انت كنتي معاهم؟ لا انا دابا هاد ليا كنعرف واحد الدري هنا. شحال واحد واش ضرب شي دري صغير ولا راجل؟ اه راجل عقلي دري صغير، راه كانت بالكروسه التربيه ديالها. التربيه يا ربي السلامة يا ربي. إذا حادثة سير ما بين سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير وعائلة كانوا قاطعين الشانطي يعني على رجليهم راجلين، أب وأم وطفلة صغيرة تم نقلهم إلى المستعجلات بسرعة. هذا الموضوع هو اللي فرقع فيه.